نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويقول الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها
السماء وأسخت الأرض من تحت قدمي ولا أبالي في
ربنا جل وعلا حينما نثق بخالقنا ونتوكل على خالقنا ونعبد الله عز وجل حق عبادته ونستعين بالله عز وجل حق الاستعانة، نعلم أن هناك نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ولذا النبي صلى الله من أبي جهل، ويخرج خالد من الوليد
بسوء فأشغله بنفسك.